يبدو أن عمليات تهويد القدس والعمليات الاستيطانية استفزت المبدعين والفنانين العرب، حيث يقوم المخرج الفلسطيني باسل الخطيب بتصوير مسلسل أنا القدس الذي يحكي عن مدينة القدس وما جرى فيها من أحداث على مدى 50 عاماً بدءا من وعد بلفور وحتى عام 48. المسلسل ألفه المخرج باسل الخطيب بالاشتراك مع شقيقه تليد الخطيب، وقد شارك في تمثيل المسلسل ممثلين سوريين وعرب، أهمهم الفنانة عبير صبري والفنان فاروق الفيشاوي من مصر وعابد فهد وصباح الجزائري من سوريا. ومن الأردن شاركت الفنانة صبا مبارك. أنا القدس حاول كسر النمطية التي وقعت فيها معظم المسلسلات العربية ممن تناولت القضية الفلسطينية، وذلك من خلال أنسنة الشخصيات. بتصور أنه في العمل ده الموضوع ما فيهوش القولبة أو النمطية اللي أنت تقصديها، لأنه أنا حتى بالنسبة لدوري أنا اللي هيلينا اتناقشت كتير مع أستاذ باسل الخطيب في أنه أنا ما عنديش رغبة أنه تظهر الشخصية اليهودية شريرة بطبيعتها، أو لأنه هي بالنهاية شخصية إنسانية ممكن تبدأ شخصية طبيعية لأنه هي كانت تدين باليهودية فقط، وبعدين مع الوقت تحولت للمشروع الصهيوني. المسلسل الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان عرج في بعض مشاهده على تاريخ الصراع بين العائلات الفلسطينية أثناء الاحتلال ضمن عملية إسقاطية أدان فيها المسلسل الانقسام الفلسطيني الذي تشهده الساحة الفلسطينية، من باب أن التاريخ يعيد نفسه. ما يحدث اليوم على الساحة الفلسطينية من انقسام هو غير مقبول نهائيا، وأنه باللحظات التاريخية الصعبة عندما تواجه أمة ما صراع وتحدي لابد على الجميع من التكاتف ونسيان كل الخلافات والمصالح الجانبية والخلافات بوجهات النظر، لأنه في عدو واحد وفي صراع واحد هو اللي بيحتم علينا أنه نتكاتف ونكون يد واحدة. التطرق للقضايا السياسية ومنها القضية الفلسطينية أضحى مغامرة بالنسبة لمنتجي مثل هذه الأعمال، وذلك لعزوف بعض الفضائيات العربية عن عرضها. هو الجرأة أنه أنت تحكي بهذا العصر عن فلسطين أصلا، يعني بما معناه أنت شو ما حكيتي عن القضية الفلسطينية هلأ، فهذه جرأة، لأنه نحن بنعرف في كثير من المحطات ما عاد أخذ عمل عن فلسطين، وهذا الغريب جدا. إعادة تمثيل أحداث المسلسل ضمن فيلم سينمائي كان أحد مشاريع المخرج باسل الخطيب، إلا أن التاريخ الذي سيرى فيه هذا الفيلم النور يبقى مجهولا. في أحضان حجارة صافيتا السورية التي تشبه حجارة مدينة القدس تمثل مشاهد أنا القدس، وعلى الرغم من محاولة إعادة إنتاج الأجواء المقدسية تبقى قدسية المدينة وخصوصيتها عصية على الاستنساخ. أمل شاهين، تلفزيون فلسطين، من مدينة صافيتا السورية.